أحد رواد الأدب المغربي الحديث ومؤسس اتحاد كتاب المغرب محمد الصباغ. رأى النور بتطوان عام 1930 والتحق بالمدرسة الخيرية الإسلامية عام 1937 ثم المعهد الحر عام 1942 وتابع دراسته العليا بمدريد حيث حصل على دبلوم في علم المكتبات. نشر محمد الصباغ أولى إنتاجاته الأدبية عام 1947 وطبعت حياته الأدبية الطويلة علاقات فكرية وإنسانية مع كتاب وشعراء عرب مرموقين. كان محمد الصباغ قامة فكرية أساسية في الكتابة الحديثة العربية وواحدا من أهم الذين أسسوا لكتابة مختلفة تجمع بين عمق الفكر والجرأة في توظيف اللغة توظيفا مبتكرا يعيد للغة العربية نظارتها. ومن بين أبرز مؤلفات الصباغ الذي كان يعرف بجبران خليل جبران المغرب في القصة والرواية والشعر، العبير الملتهب، وشجرة النار، وأنا والقمر. اشتغل محمد الصباغ رئيسا لتحرير عدد من المجلات وملحقا بوزارة الشؤون الإسلامية ورئيسا لقسم الدراسات العربية ولقسم الآداب وزارة الثقافة ومديرا لديوان وزير الشؤون الثقافية ورئيسا لقسم المكتبات بنفس الوزارة. حصل الصباغ الذي أصدرت وزارة الثقافة مجموعة أعماله الكاملة على جائزة المغرب في الآداب عام 1970 وعلى وسام الاستحقاق الفكري الإسباني عام 1986. في 9 أبريل عام 2013 بالرباط انتقل محمد الصباغ إلى عفو الله عن سن تناهز 85 عاما لتفقد المملكة المغربية أحد أبرز رجالات الأدب الذين ساهموا في إثراء المكتبة الوطنية بعطاءاتهم المتميزة والمتنوعة.